زي ما احنا شايفين كده تفل القهوة ما عادش فيه رطوبة، نشف وبقى تقريبا بودرة زي ما احنا شايفين. اي كتلة بنفركها نخليها بودرة، وهنبدأ نسمي دي النباتات بتاعتنا زي مثلا الأرنبيط والكرنب. النهارده ان شاء الله احنا هنتعلم ازاي نعمل سماد القهوه، وسماد القهوه ده مفيد جدا بالنسبه للنبات لانه بيحتوي على نسبه كبيره جدا من عنصر النيتروجين. علاوة على نسب متفاوتة من عنصر البوتاسيوم وعنصر الفوسفور وبعض العناصر الصغرى والمتوسطة زي الكالسيوم زي المغنيسيوم زي الحديد، فتفل القهوة ده مفيد جدا للنبات. تمام، بس طبعا عشان نسمد بيه لازم ان احنا نبدأ ننشفه بالشكل ده، نحطه في الشمس لمدة يوم او اتنين عشان يتخلص من الرطوبة اللي فيه. تمام، فاحنا هنسيبه في الشمس لمدة يومين بالشكل ده. تمام، وطبعا تفل القهوة ده بنجيبه بعد ما نخلص شرب الفنجان القهوة، بيتفضل الجزء اللي هو تحت اللي هو التفل بناخده بنفضيه في طبق زي ده وبنسيبه لحد ما ينشف، بنبدأ بعد كده نفركه لما ينشف عشان يبقى بودرة ناعمة. تمام، بالشكل ده. طبعا هو لسه فيه نسبة رطوبة وماسك في بعضه. تمام، احنا هنسيبه لحد بكرة او بعد ان شاء الله، وبعد كده نبدأ نشتغل بيه ونسمد بيه النبات مع بعض ونعرف بنسمد بيه ازاي. ده تفل القهوة بعد ما سيبناه يوم في الشمس. طبعا الجو ممطر اليومين دول والشمس ما بتطلعش كتير، فاحنا هنسيبه كمان يوم او اتنين عشان نتأكد ان هو نشف تماما، يعني خلصنا من الرطوبة اللي فيه تماما. طبعا اي كلاكيع زي دي وحتت ناشفة نحاول ان احنا نفركها. هو تقريبا اتخلص من الرطوبة، نفركه زي ما احنا شايفين كده عشان يبقى ناعم بودرة ما يبقاش فيه كتل، ونقلبه كده. اي كتل بنشوفها زي كده بنفركها. اي كتل زي دي بنشوفها بنفركها ونقلب. ونسيبه كمان يوم.
زي ما احنا شايفين كده تفل القهوة ما عادش فيه رطوبة، نشف وبقى تقريبا بودرة زي ما احنا شايفين. اي كتلة بنفركها نخليها بودرة. وهنبدأ نسمي دي النباتات بتاعتنا، زي مثلا الارنبيط والكرنب. هاجي بالشكل ده، هاخد شوية واحطهم مثلا حوالين نبتة الارنبيط بالشكل ده. بالمناسبة تفل القهوة طارد للحشرات زي الدبان والخنافس، متخليهاش تقرب من الزرع. فهو علاوة على انه بيحتوي على نسب عالية من العناصر الغذائية، واهمها طبعا النيتروجين. زي ما احنا عارفين النيتروجين مهم للنباتات والخضروات الورقية، بجانب احتوائه على نسب كبيرة من العناصر الغذائية دي. زي ما قلنا هو طارد للحشرات. زي ما احنا شايفين كده بنلفه او بنرشه حوالين النباتات بقدر المستطاع بعيد عن البذور والسكون. زي ما احنا شايفين كده خلصنا الكرنب والارنبيط. هنيجي على شوية جرجير. Thank you.
على الشبت والبقدونس. الخبيزة دي على فكرة تالت حشة، احنا في حلقة الخبيزة وضحنا اول حشة ودي التالتة، حشينا منها حشة كمان ودي التالتة. ان شاء الله في رابعة وخمسة باذن الله. هبدأ اروي، طبعا هروي رايه بسيطة لان الجو كان مطر امبارح والتربة مبلولة يعني. زي ما احنا شايفين احنا بنروي راية بسيطة جدا عشان نذوب القهوة. وخصوصا الارض اصلا طرية فمش عايزين نديها مية زيادة عن اللزوم.